دعم المكتبات التشادية بالأعمال الأدبية من أجل تثقيف الشباب وتشجيعهم نحو الاهتمام بالقراءة هو المحور الأساسي لهذه المناسبة التي بادرت بتنظيمها جمعية خريجي أصدقاء المغرب بالتعاون مع السفارة المغربية لدى البلاد، حيث قدمت للمكتبة الوطنية عدد من الكتب الثقافية والعلمية والأدبية، وذلك من أجل المساهمة في رفع وعي الشباب وحثهم على القراءة، حسب رئيس جمعية خريجي أصدقاء المغرب إبراهيم موسى يوسف. وأضاف بأنه قدم نسخ من كتابه الذي يحمل عنوان الدليل التطبيقي لمقاولة تشاد. السفير المغربي لدى البلاد سعادة عبد اللطيف الروجة أكد بأن سفارة بلاده تسعى من خلال هذه البادرة إلى ترجمة سياسة قادة البلدين المتعلقة بتوفير بيئة تسمح للشباب بتقوية كفاءاتهم المعرفية. هذه الزيارة كذلك كان الهدف منها هو أن نبحث، وقد تم ذلك خلال اللقاء الذي جمعني مع الإخوة، أن نبحث في كيفية تنمية هذا التعاون. وبالمناسبة طلبت من المستشار الثقافي أن يعد مجموعة من الكتب التي تتوفر لدينا في السفارة لكي نتقاسمها مع المكتبة الوطنية. هذا وقد تداخل المنسق العام لدار التراث والثقافة التشادية أرنود نغاماجي مشجعا مثل هذه الخطوات التي تسهم في نهوض المكتبة، داعيا في الوقت نفسه مختلف اتحادات وروابط الخريجين والنخبة للقيام بمثل هذه المبادرات.